السلام عليكم اصدقائي، كيف حالكم متابعي قناة مستر كريبتو. فيديو جديد على قناتنا، قناة مهتمة باخبار العملات الرقمية. فيديو اليوم عن عملة شيبا اينو، هل ممكن تصل الى 1 سنت بعد اطلاق مشروع المحفظة الباردة؟ اليوم اعلنت اصدقائي عملة شيبا اينو عن تعاقد جديد مع شركة تانجم، وتهدف هاي الشراكة الى اطلاق محفظة باردة تحمل اسم شيبا او شيب. طبعا اصدقائي هاي المحفظة راح تمكن من تخزين عملة شيبا اينو وعملة ليش وعملة بون. طبعا هاي الثلاث عملات كلها تندرج تحت شركة شيبا اينو او تحت اسم عملة شيبا اينو. طبعا هاي البطاقة او هاي المحفظة الباردة راح تخزن عليها هاي الثلاث عملات فقط، وراح يتم انشاء بطاقة مثل بطاقة الماستر كارد ومثل بطاقة الفيزا. بتقدر عن طريق هاي البطاقات تخزن من هاي العملات وتقوم بالدفع على المواقع اللي بتقبل الدفع بعملة شيبا اينو. اكثر من 360 موقع بيقبل الدفع حاليا بعملة شيبا اينو بعد اطلاق المحفظة الباردة وحصولك على بطاقة خاصة بعملة شيبا اينو، راح تقدر تدفع عن طريق هاي المواقع. هل ممكن عملة شيبا اينو توصل الى 1 سنت؟ وهذا السؤال دائما بجاوبه بنفس الاسلوب، اللي هو عملة شيبا اينو لن تتخطى الاربعة اصفار الا بعد حرق كمية ضخمة من عملة شيبا اينو. يعني لازم اقل حد يتم حرق ما لا يقل عن 550 تريليون قطعة من اجمالي توتال سبلاي يتكون من 589 تريليون قطعة. إذا عدد القطع وصل إلى 40 تريليون قطعة فممكن نتكلم عن حذف صفر أو صفرين في الوقت الحالي، لكن حتى نوصل لماركت كاب أو حتى نوصل لسعر يصل إلى 1 سنت فأنا بحتاج لحرق يتجاوز 570 تريليون أو 580 تريليون، وعدد القطع لازم ما تتجاوز 5 تريليون قطعة مع ماركت كاب يفوق 900 مليار دولار حتى توصل عملة شيبا اينو إلى سعر 1 سنت. طبعا أصدقائي وصول عملة شيبا اينو لازم يتم حرق هاي الكميات اللي ذكرتها بالسابق، ولازم يحصل على ماركت كاب يتجاوز 900 مليار دولار. وطبعا هذا الشيء او هذا الحلم لا يزال بعيد على متداولي عملة شيبا اينو. اول شيء اصدقائي نحتاج لبول ماركت قوي حتى توصل عملة شيبا اينو لماركت كاب يتجاوز 100 مليار دولار. نحتاج لحرق ضخم من العملة، فممكن هدف العملة تحذف صفر او صفرين. لا شيء صعب على عملة شيبا اينو مع دعم ايلون ماسك، مع دعم منصة باينانس ممكن العملة تحذف صفر او صفرين، لكن حلم الواحد سنت لا يزال بعيد. اصدقائي نكون وصلنا لهذا الفيديو، بتمنى الفيديو يكون نال اعجابك. لا تنسى تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس، تضغط على اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم المترقمين. مع السلامة، دمتم بخير.